رأيك إنه الاختلاط مع الجيران أحسن ولا تضلي أنت بحالك وهن بحالهم؟ والله هو كانوا زمان أول ما حدا يختلط بحدا، بس بهالأيام هلا العالم كلها صارت في المحبة في الكذا في الاختلاط، بس من الاختلاط الزايد كتير مو نافع. لا طبعاً الاختلاط بالجيران أفضل. لا بغض النظر إذا لقيت الواحد يعني مو كتير يعني مثل بيقولوا بالعامية نفسية أو شيء بيبعد عنه. أما وقت تكون واحد حبايبك تلاقي الكل مع بعض أخوة. خلطة مع الجيران؟ لا أنا أفضل إنه كل واحد لحاله. ليه؟ خليها على الله. لا الأحسن نكون مختلطين. إيش؟ هيك مشان الحياة الاجتماعية. هلا بشكل عام يعني مو بس مع الجيران، أنا بحب تكون في العلاقة رسمية مع كل الناس، يعني حتى مع أقرب الناس مو بس الجيران. ولا الظريف إنه يكون في علاقة طيبة مع الجيران. يعني بأيك أحسن؟ هلا أحسن أو ما أحسن حسب الجار، يعني هو بيعطيكي إنه ضوء أخضر تقربي أو بعدي. لا طبعا لا نضل مختلطين مع الجيران. ليش؟ في محبة في تفاهم مشان ترجع المحبة كمان أكثر. فالاختلاط بالناس وخاصة بالجيران أفضل من الاختلاط على الفيس والنت، هيك برأيي يعني. لا والله أكون مختلط مع جاري. ليه؟ لأنه مشان يصير في محبة بينات بعضنا، نحس جايين على الشغل كنا جايين على رحلة مو جايين على كابوس على أي شيء يعني. تلاقي الحارك لها تبيت واحد، هذا ما عنده أكل بعد أكل لهذا وكذا. هلا الاختلاط يعني مو نفع زيادة. أنا برأيي ما. لا هلا إذا في وجع راس ببعد عنه. أنا بقول قلل ناسك ريح راسك أحسن شيء.